يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون المعطل الجهمي الذي ينكر الصفات كيف يكون مشركا مع أنه جاحد ومنزه بزعمه؟ نعم، هو الشرك، الشرك هو تعطيل حق الله سبحانه وتعالى، وجحود الأسماء والصفات هذا جحود لحق الله جل وعلا من الكمال والكمال والعظمة، فهو جحد حق الله سبحانه وتعالى. نعم.